إذن عاد معنا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. التظاهرات متواصلة في بغداد والمحافظات رغم القمع الحكومي، كيف تنظر إلى مسار ثورة تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ثورة تشرين مستمرة وهي متصاعدة، وإن تصور البعض غير ذلك، لكن الفعاليات مستمرة في إطار عمليات العصيان المدني والاعتصامات الطلابية، وما تزال عصابات المنطقة الخضراء الأمنية والعسكرية وميليشياتها يعني تقمع المتظاهرين، بل تقتلهم وتصيب منهم الكثير، وهي تستخدم كل الوسائل لإرهابهم أو لترغيبهم، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن أو تؤكد أن هذه المساعي ستخيب وستستمر الثورة إن شاء الله حتى تحقق. طيب أستاذ مصطفى، الطبقة السياسية رشحت بحسب الأنباء محمد الشيع السوداني من حزب الدعوة لرئاسة الوزراء. المتظاهرون يعني اعتبروا ذلك إعادة تدوير لنفس الوجوه من داخل العملية السياسية، كيف تنظر إلى ذلك؟ أعتقد أن ترشيح هذه الكتل السياسية أو العصابات الإرهابية لمحمد الشياع السوداني أو لغيره من ضمن هذه الطبقة السياسية التي جاء بها الاحتلال ونصبها على رقاب العراقيين، أعتقد أنه يأتي منسجما مع توجيهات مرجعية النجف التي تحدثت عن ضرورة أن يكون اختيار منصب رئيس المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية المعمول بها في نظام العملية السياسية الاحتلالية. هذه المرجعية وهذه الكتل السياسية وبكل تسمياتها لا تريد أن تفهم أن العراقيين خرجوا لإسقاط النظام، وهم عبروا عن ذلك بشكل واضح. هم لم يتحدثوا عن إسقاط حكومة ولم يطالبوا بتعديل دستور، وإنما ولا استبدال شخص بآخر، وإنما هم طالبوا بإسقاط النظام. وإسقاط هذا النظام يعني بكل وضوح أن كل الطبقة السياسية وكل الدستور وكل المشاريع التي جاء بها هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق مرفوضة من قبل الشعب. هؤلاء يجب أن كما هو معلوم المتظاهرون خرجوا لإسقاط هذه المنظومة، ولكن الطبقة السياسية يعني تصر على تغيير الوجوه ضمن إطار نفس المنظومة. هل هو يعني صم آذان عن مطالب جموع المتظاهرين؟ يعني المشكلة مشكلة الشعب العراقي أكبر من رئاسة الحكومة، أكبر من رئاسة الحكومة وأكبر من رئاسة البرلمان ومن أعضاء البرلمان وكل المؤسسات التي يريدون إخضاع العراقيين لها بالقوة. أنا قلت منذ البداية أن يعني منذ بداية الثورة أن كل القرارات التي تتخذها هذه السلطات المختلفة في العراق إنما تعبر عن موت هذا النظام وانتحاره، لأنه لم يعد لديه ما يقدمه للعراقيين، لم يعد لديه سوى القتل أو والدمار ويعني إرهاب المواطنين وإيذائهم، وأيضا يعني محاولة كسب الوقت. هم يراهنون على الوقت، لكن هؤلاء الشباب الذي خرج يعني بالملايين ليملأ شوارع وساحات بغداد وتسع محافظات أخرى وحتى محافظات في شمال وفي غرب العراق، يعني هؤلاء لا يمكن أن يكسر صمودهم وإصرارهم عامل الوقت الذي تراهن عليه عصابة المنطقة الخضراء. صحيفة العربي الجديد ذكرت أن هادي العامري ونور المالكي رشحا محمد الشيع السوداني لرئاسة الحكومة بتوصية من قاسم سليماني ومن السفير الإيراني في بغداد إرش مسجدي، ولكن المتظاهرون طالما طالبوا بخروج النفوذ الإيراني من العراق، هل هو تحدي للمتظاهرين؟ أنا يعني لا شك أن هذه هي يعني ليس لديهم سوى هذه الأوراق، ترشيح اسم ومحاولة، ويعلمون أن الشارع العراقي سيرفض هذا الاسم، ثم يرشحون
شخصا آخر، وهم يلعبون على الوقت، ولعله في هذا الوقت كما قلت يكسرون إرادة الثوار، لكن خابت مساعيهم إن شاء الله وسيخيب فألهم، والثورة مستمرة، لأنه يعني مدى الإصرار على رفض اسم محمد الشياع السوداني وكل الذين تم تسريب أسماءهم في وقت لاحق. بالنسبة لمحمد الشياع السوداني ليس تسريبا، نحن لدينا معلومات مؤكدة أن كل الكتل السياسية المسمات شيعية بين قوسين يعني في منظومة العملية السياسية اتفقت على ترشيح محمد الشياع السوداني، لكن مستوى الرفض الذي جوبه به ابتداء من البصرة ووصولا إلى بغداد لا يمكن أن يرضخ هذا الشارع الثائر لأي من الألاعيب التي يعني يحاول أو تحاول عصابات المنطقة الخضراء ممارستها ضدهم. مع ازدياد مستوى الرفض الذي تحدثت به من البصرة وحتى بغداد، كيف سينعكس ذلك على زخم التظاهرات؟ هل تتوقعون في الأيام المقبلة أن تزداد وتيرة التظاهرات وزخم المطالبة بإخراج النفوذ الإيراني أو إسقاط النفوذ الإيراني من العراق؟ منذ الساعات الأولى كان خطاب الثوار واضحا ضد الاحتلال الإيراني للعراق، عندما ضربوا بالأحذية رموز هذا النظام ابتداء من خامنئي وسليماني، ورفعوا شعارهم التاريخي إيران برا برا بغداد تبقى حرة، وتوجهوا إلى قنصليات النظام الإيراني ليضرموا فيها النيران تعبيرا عن رفضهم لهيمنة هذه الدولة الغاشمة. وبالتالي من الطبيعي جدا أن تظهر أو تتصاعد الحملة ضد إيران وضد احتلالها للعراق. ليس بالضرورة أن يكون الأمر بوتيرة واحدة في كل مكان وفي كل يوم، لكن مجرد الإعلان عن موقف ضد إيران هو في كل يوم أو في كل مكان هو تعبير واضح عن الإرادة الشعبية ضد الاحتلال الإيراني. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.